السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. تتصاعد عمليات التهجير الطائفية وعمليات استهداف المدنيين الآمنين في منازلهم في محافظة ديالى الحدودية مع إيران بشكل لافت، إذ حدث مؤخرا، وذلك تزامنا طبعا مع تصاعد أعمال العنف في مدن المحافظة. أيضا تشير أصابع الاتهام إلى الميليشيات المسلحة لا سيما الولائية منها وعصابات الجريمة المنظمة بالوقوف خلف عدد غير قليل من تلك العمليات. ومن بين هذه العمليات التي حصلت مؤخرا تلك التي تستهدف منازل المواطنين ممن عادوا إليها عقب تهجيرهم سابقا بعد تعهد الحكومة بتأمين عودتهم، لا سيما في مناطق بوصيدة التي تسيطر عليها الميليشيات. طبعا ناشد مواطن من تلك الناحية الحكومة للتدخل بعد تعرض منزله لهجوم مسلح عقب عودته للمنطقة التي هجرته منها الميليشيات. دعونا نشاهد. وناشد السيد رئيس الوزراء المحترم والسيد وزير الداخلية المحترم وقائد عمليات ديالى وقائد شرطة ديالى والمحافظ ديالى المحترمين جميعا والسيد قائد الرد السريع المحترم ان المواطن غائب هاشم داوود من اهالي محافظة ديالى ناحية أبو صيدا تهجرت قبل سنة تهجرت من ناحية أبو صيدا، وأني أسكن أبو صيدا من سابع ظهر من قبل تهديد الميليشيات والعصابات المتواجدة في الناحية. تهجرت ورديت هسه إعادة بأمر من السيد وزير الداخلية وقوات الرد السريع حاليا. قبل شهر رجعت أني وابني، وتعرضت مساء يوم الأربعاء على الخميس الواحدة ونص ليلا تعرضت إلى هجوم مسلح من قبل عصابات تركب دراجة وملثمين ويستقلون دراجة نوع من المطارات الأخيرة اللي طلعن جدة. هم مسنودين من قبل شخصيات لها ثقل في الناحية ولها تأثير في المحافظة، ويفطرون الليل كله ملثمين، وساعة الساعة أي بيت معرض إلى هجوم إلى عبوة إلى هاي. وإحنا بالنسبة للخط السريع اللي عندنا بابا صيدا ما مقصرين ولازمين المنافذ هاي، لكن هاي العصابات تفطر ليلاً، وهذا حاليا اني بيتي وبيت ابني دا يتعرض للضرب والتهديد على اليوم تقريبا، وهاي هسه هاي الرمي اللي ورايا مال المحل مال ابني. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام ضمن نفس الموضوع. تنشط في محافظة ديالى عدة فصائل، ابرزها بدر التي ينتمي اليها المحافظ الحالي لديالى مثنى التميمي، وميليشيا العصائب ولواء ائمة البقيع الذي يرتبط بفضيحة التسريبات الصوتية الشهيرة لنور المالكي وتسريبات لاحقة أظهرت اعترافات خطيرة تتعلق بأنشطة الجماعة المسلحة وفبركت إحباط عمليات انتحارية أو هجمات لداعش من أجل الحصول على منافع أو تقوية نفوذها داخل الحكومة والوسط السياسي وإظهار أهميتها أمام باقي الفصائل الأخرى. وبالرغم من الدلائل الكثيرة التي تدين هذه الميليشيات بالقيام بالمجازر وتهجير السكان كما حصل مع سكان قرى نهر الإمام، إلا أن حكومة السودان لم تحرك ساكنا على الرغم من زيارة السوداني للمحافظة عند توليه رئاسة الحكومة عقب انهيار الأمن في محافظة ديالى وقتها. طبعا عادت سلسلة الهجمات بدوافع طائفية مؤخرا، حيث أكدت مصادر محلية في ديالى تعرض منزل ينتمي أصحابه إلى عشيرة السواعد وهم من أبناء السنة في قرية إمام عسكر شمال بلد روز إلى هجوم مسلح نفذه عناصر من الميليشيات لإجبار أهالي أو أهل المنزل على النزوح ودفعهم إلى مغادرة المنطقة كما أكدت المصادر المحلية. دعونا نشاهد. سمرة أدت علي قوة كاملة من قبل صدام تشان كاظم ومحمد تشان كاظم للبيت، جايبين أنواع الأسلحة، دفروا باب الحوش وطبوا، هاي آثار الطلقات، أسلحة ثقيلة كلها بنادق بكيسي
ها وناس شايلين على كتوفهم يقولون اللي طلع من البيت شيلي لا نحرقكم انتم وعوائلكم. رجلي منتسب عسكري وابني هم منتسب عسكري يداومون على الحدود الأردنية، وأني صاحبة استغفر الله اسقوطات 13 نفر برقبتي، هذا آثار الدمار مالتهم. الله أكبر عليهم. أناشد أخوتي بني تميم، أناشد أهل الغيرة، أناشد شيخ بلاسم، كل الموجودين الشرفاء وأهل الغيرة والغيورين اللي بالمنطقة اللي بالمنطقة. بالنسبة لنا بغض النظر عن كل شيء، إحنا ولد ولاية ولد منطقة وحدة. يقول لي أشيلكم منا نذبحكم أنتم السنة، هذا تيبي السني، هاي 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 الغراض وهذا البيت هجموه هجم، هاي الثلاجات والأكل بالقاع ما بقى شيء بالبيت، ماكو هزة مو هيك، دمار من الله ونقول الحمد لله مو هيك. هاي آثار الطلقات، هذا هاي البيبان. نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين. محمد يقول ليش هي أكو دولة، دولتنا الكريمة دولة عصابات. حسن يقول ليش بسلاح الدولة فقط، ليش بسلاح الدولة فقط بل بدعم من الدولة إن وجد. طبعا محمد يقول عجيب المواطن يناشد الدولة لحمايته من الدولة، بقية دول العالم هم هيج عجبه. وأحمد يقول سلاح الدولة صارت ضد المواطن بدل حماية المواطن. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة، إلى ملف اعتقال الناشطين والتضييق عليهم في محافظة البصرة، حيث أفادت مصادر مطلعة بمحافظة البصرة اليوم الثلاثاء أن قوة أمنية داهمت منزل الناشط المدني عمار سرحان. وقال المصدر إن قوة أمنية كبيرة داهمت منزل سرحان رئيس مؤسسة بصرياثة للثقافة بمنطقة القبلة وسط محافظة البصرة، واقتادته إلى جهة مجهولة دون معرفة أسباب الاعتقال. وبيّن المصدر كذلك أن سرحان يعتبر من الناشطين البارزين في المحافظة وأن أسباب اعتقاله مجهولة. في هذا السياق طالب نشطاء وحقوقيون من البصرة إطلاق سراح الناشط المدني عمار سرحان بعد إدانتهم لعملية التضييق الممارسة من قبل السلطات ضد الناشطين. لنشاهد. حقيقة اليوم رسالتنا إلى رئيس مجلس الوزراء وكذلك إلى لجنة حقوق الإنسان داخل مجلس النواب وإلى البعثة الأممية، تستمر حالة الاعتقالات في محافظة البصرة، حيث شهدت في الآونة الأخيرة سلسلة اعتقال بحق النشطاء وبحق المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث قبل فترة تم اعتقال مسؤول التعايش السلمي في محافظة البصرة الأخ الأستاذ عمار قزار، وهو الآن مغيب في أحد السجون في بغداد، بمعنى أن هناك حملة ممنهجة على النشطاء في البصرة. اليوم تفاجأنا باعتقال أحد النشطاء البارزين المدافعين عن حقوق البصرة، ألا وهو شخصية الشبابية عمار سرحان. هذا الاعتقال إنما نعتبره اعتقال ممنهج، يبدو أن البصرة مقبلة على حملة تكميم للأفواه للأسف الشديد، وبالتالي من هنا من محافظة البصرة ندين ونستنكر كل هذه الحملة الممنهجة التي هي تخالف مبادئ حقوق الإنسان، وبالتالي نحن كنشطاء وكمعنيين بحقوق الإنسان كمدنيين نرفض هذه الاعتقالات، كما نستغرب اقتياد الناشطين إلى مؤسسات داخل الحكومة تعنى بشبهات، مثلا وكالة الاستخبارات، وأتكلم بكل صراحة وأمام الملأ، أو بعض الأجهزة الخاصة التي متهمة بإجراءات تعذيب من حسب المصادر التي تصل لنا. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. كان مصدر مطلع أفاد في منتصف شهر آب الماضي أنه تم اعتقال منسق المشروع الوطني للحوار والتعايش السلمي في العراق عمار قزار النمر المالكي، وللمشروع نشاطات اجتماعية متعددة في العراق، وينتمي له شخصيات أكاديمية ومنظمات مجتمع مدني وناشطون وشيوخ عشائر. بدورهم طالب شيوخ عشائر ووجهاء قضاء الزبير بإطلاق سراح الناشط عمار قزار نمر المنسق لمشروع التعايش السلمي في العراق والمعتقل منذ نحو شهر من الآن.
ونظم وجهاء من القضاء وعدد من أفراد عائلة الناشط المعتقل وقفة احتجاجية للتنديد باعتقال الناشط عقب مداهمة منزله واقتياده إلى جهة مجهولة. دعونا نشاهد. أول مرة هو راح بنفسه، بعدين اجت القوة داهمة البيت، لكن احنا اليوم نسأل القضاء العادل، نسأل رئيس اللجنة الأمنية السيد محافظ البصرة المحترم، ونسأل قائد العمليات، ومناشدتنا أيضا لدولة رئيس الوزراء وسيد وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني وكذلك مجلس القضاء الأعلى لمعرفة مصير ابننا اليوم كعشيرة الحمودي أيضا والعشائر الأخرى. نطالب وبشدة عن مصير الأستاذ عمار جزار، لأن عمار نعرفه ومن الشخصيات المرموقة على محافظة البصرة، وأيضا إلى رسائل هي رسائل اطمئنان لكل الشعب العراقي. احنا القوة اللي اجتنا هم ما نعرفها، صحيح موجودين من الزبير، بس احنا حتى دلالة على أوامر قبض هم ما جبنا بدينا. هسه اليوم يجيك راوي كمر تفتيش، راوي كمر قبض، اجوا فتشوا، هم من فتشوا هو عندهم، هو راح لهم، خابروه راح لهم، دعا الصبح قال أنا رايح للدائرة خابرتني، هو لو عنده شيء ويسوي له شيء أو يتهمونه بعض شغلات منا من الناس والف هاي الأمور التعبانة ما يروح لهم، أول ما يخابرونا فيزوا طلعوا وروح لأي مكان، بس دلالة من خابروه راسه شغل سيارته راح. علي عمر طبعا الأستاذ عمر تم استدعائه وراح بكل أريحية، يعني شخص متأكد من نفسه ويعرف وضعه وراح راجع السلطات، وبالتالي تم تغييبه ولحد الآن ما معروف مصيره وين موجود. نتابع الآن مشاهدينا الكرام التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين. الحاج عبد الوهاب يقول: ماكو حكومة، بلد العصابات المسلحة. تعليق لدينا من تغريد تقول: الظاهر كلامه أو شغله ما كان يعجب المسؤولين، فلفقوا له من تهمة أو شلفقوا له من تهمة، الله يفرج عنا. علاء المالكي يقول: ما يستاهل أستاذ عمار، إنسان سلمي ووطني بمعنى الكلمة. تعليق لدينا من مناف يقول: ومنو يقول قوة من بغداد، جائز ميليشيات ومتنكرة بزي عسكري. دعونا مشاهدينا الكرام الآن نستمع لرأي السيد محمد من أمريكا. تفضل يا محمد، حياك الله. ألو، السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام. قناة الرافدين البطلة، حياك الله. كل الهلا، الله يحفظك. عمر أنت، هي هاي الميليشيات تبع الديالة، تلفين طقها الديالة. نعم. هم ما يريدون السنة يبطون بديالة. نعم. حتى يجيبون الإيرانيين قوانهم. نعم. ذول عصايب هذا الباطل، ذول الخزعلي، هو هذا الخزعلي شنو تاريخه؟ قسم بالله هو من الكوت، واحد فاشل حجاب، واحد هو جاي، هو تاسه صاير لشيخ مال حشاك مال قنادر، هم كلهم عملاء. نعم. عملاء، قسم بالله عملاء، هم كلهم جوا عند ضر الدبابة الأمريكية، هم وذول العمايم قاعدين بكربلاء والنجف، قسم بالله، وذول الأمن الوطني قسم بالله كلهم يشتغلون صالح إيران، لا تقول للجيش، الجيش هم يشتغلون صالح إيران، والشرطة، أمن الوطني قسماً بالله كلهم يشتغلون صالح إيران، وشوف شوف المراكز اللي نسويها بالكرادة، كل حارس الثوري أمن الوطني وياهم، قسماً بالله، ما يريدون يعني معلم يدرس إنجليزي يقتلوه، شلون قتلوه هذا الأمريكي اللي قتلوه القرية الإنجليزي، عمي ما يريدون بلد بشرفاء حتى يهجروهم ويقتلوهم. حتى يجيبون الإيرانيين قسما بالله يسوون العراق إيران، دولة إيران، هم يموتون على الإيرانيين، يموتون. طيب. على العجم قسما بالله. شكرا، محمد. شكرا جزيلا سيد محمد من أمريكا، أشكر حضرتك للمشاركة. نستمع لرأي السيد أبو علي من لندن. تفضل يا أبو علي، حياك الله. الله يحييكم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخويا أستاذ محمد، هو ماكو، يعني إحنا قلناها ألف مرة، ماكو حكومه عمي، ماكو جيش عراقي، حتى الجيش. نعم. تابع للميليشيات. العراق كل ما هنالك يحكمون ميليشيات تابعين لايران. نعم. ما يريدون واحد شريف، واحد مواطن عراقي يدافع على بلده، يدافع على وطنه، ما يريدون هذا الشيء، يريدون عملاء خونه مثلهم. نعم. اليوم اذا تجي تنتقد الحشد أو تنتقد أي قوة رسمية، يطلعون يقولوا لك ليش تنتقدهم؟ مو ذولا اللي حرروا العراق من الإرهاب؟ طيب السؤال، ليش ما يحمون العراقيين في المناطق التي تكثر فيها الجريمة وتنتشر فيها الميليشيات وتنتشر فيها فرق الموت؟ هذولا إذا كانوا هم حماة العراق وبدونهم كان العراق ليسقط بيد الإرهاب،
ليش مدى يحمون لعد هذه المناطق التي نسمع عن انتهاكات فيها هنا وهناك؟ أخي منو حرر العراق؟ هو منو صنع داعش؟ داعش صناعة خامنائي، صناعة السستاني، صناعة كل هاي الميليشيات. شنو حرروا العراق؟ هو العراق ليش شنو كان بيك وشو ما كان بيك؟ بغض النظر عن مدى دقة هاي المعلومات اللي هم يروجوها أو هذه التصريحات، لكن احنا نتكلم ونحاججهم بدورهم. هم أصحاب السلاح الأقوى بالدولة، هم أصحاب النفوذ والسلطة وعدهم المال، ليش مدى يحمون العراقيين؟ ما يحمون العراقيين، هم جايين ضد الشعب العراقي. طيب الآن أمريكا مو داخلة بهم طول عرب، الجيش الأمريكي مو داخلة بهم حتى بالمناطق والبيوت، حتى بالبيوت طرقة واحدة ما ضربوا أمريكا دولة. دولة جماعة المقاولة والمماتعة والممانعة، طرقة واحدة ما ضربوا دولة. بس قدرتهم على الناس العزل، وقدرتهم على الشعب العراقي، وقدرتهم على على على, على الأبرياء هؤلاء الميليشيات والعصابات الخونة. نعم. أشكرك شكرا جزيلا سيد أبو علي من لندن. نستمع لرأي السيد أبو علي من الناصرية. تفضل يا أبو علي، حياك الله. الله يسعدك أبو جاسم، شلونك حبيبي؟ الله يخليك، الله يوفقك، الله يخلي الإذاعة هاي. الله يحفظك، الله يسلمك. هاي الإذاعة الميليشيات يقولون هاي الإذاعة بعثية. لا والله أنتم أخويا تدشني الميليشيات استرحلوا اولا. تقووا بيران السيد هذا ماكو الخامنئي قال انتم كتلوا، عرفتوا انتم كتله هذول، مو انا هذول، هذول من جماعه النظام، عرفت؟ خلطتك المعلومات. استحلوا دول. انا اقول لك لما تقووا بالصواريخ اتحدث هم الي ضد القوات الامريكيه، جبناء يجون للفقير. بس انا شو اقول؟ مقاومه منو لعد هم ابو علي؟ اذا هم ما عندهم الجراه ولا الشجاعه مثل ما وصفهم المالكي امه الجبناء، ما عندهم هذه الشجاعه ان هم يطلقون رصاصه واحده على هذه الارتال الامريكيه الموجوده والمنتشره في العراق. هم مقاومه منو لعد؟ مقاومه شنو؟ مقاومه، انا اقول لك شنو ابو جاسم، أي؟ مقاومه القتل والارهاب والبوق وباقوا السنه ما كربعنا سنة باقوا. شوفوا السيارات مالهم، باقوا السلاح مالهم، باقوا السلاح من هناك، حملوا السلاح ما حد يحاكيهم. قصدك يقاومون العدالة، يقاومون الحق، يقاومون نعم، يقاومون الشرف، يقاومون الصدق. يقول الإنسان الضعيف، يقول الإنسان المقاومة الدافع عن كافة الطائفية، سوداحتك الشعب ما متكاتف يا ابو جاسم. والله هذول ماكو جبناء، لو الشعب متكاتف ماكو دولة، ماكو ما خليهم، بس الشعب صاير وياهم، الشعب يصبب وياهم يعني. انا اشكرك شكرا جزيلا سيد ابو علي من الناصرية. نستمع لرأي السيد ابو سمية من الانبار. تفضل يا ابو سمية، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السيد الكريم، نهج هذه الحكومة الميليشياوية لا تستطيع إخفاءه، فكلما اختفت النعرات الطائفية في هذا البلد تحاول إعادتها مرة أخرى. لماذا؟ لأن هذه الحكومة حكومة إيرانية ميليشياوية وتعتاش على الأزمات الطائفية، فهي بلا أزمات لا تستطيع أن تثبت وجودها. هذا الأمر أصبح مسلما به. الذي يخطر القلب بالنسبة للشعب العراقي أن النواب الذين يسمون أنفسهم نواب السنة، أقول لهم أتحدى نائبا أن يقول هناك استهداف للسنة في ديالة. الشيعة والسنة في ديالة يتعايشون، لكن هذا التعايش لا يعجب الحكومة الطائفية. لكن سيد الكريم، النواب السنة فتسخر الميليشيات، تسخر الميليشيات من أجل تدمير هذا التعايش. نعم سيد الكريم، نعم سيد الكريم، التعايش بين السنة والشيعة لا يروق للحكومة، لذلك تريد أن تسخر الميليشيات لإثارة النعرات الطائفية. النواب السنة أقصى ما يقولون هناك تغيير ديمغرافي. يا سيد الكريم، ذبح السني
ذبح السني ليس طائفية، ودفاعك عن السني تعتبر طائفية وسط هذا البرلمان والحكومة. سيد أبو سمية، لماذا نشاهد المسؤول السني داخل العملية السياسية الذي يعني يدعي تمثيله لهذه المحافظات ولأبنائها، نراه وكأنه ناشط مدني، ناشط سياسي، محلل، وكأنه ليس صاحب قرار وليس صاحب سلطة ولا يتمتع بهذه النفوذ والصلاحيات؟ يعني ما وظيفته إن لم يستطع مساعدة أهالي هذه المحافظات، انتشالهم مما هم فيه الآن، كف يد الميليشيات عنهم؟ يعني شنو دور المسؤول إذا هو مقضيها بس تصريحات ويتكلم في كلام أصبح القاصي والداني اليوم في العراق يعني يعرفونه؟ سيدي الكريم، وظيفة النواب والممثلين السنة في الحكومة هو الجلوس على الكرسي فقط ورفع اليدين عند التصويت، أما الدفاع عن مكوناتهم فهذه العوبة وضحك على الذقون لا تنطلي إلا على الأغبياء. وشكرا جزيلا سيد أبو سمية من الأنبار. نسمع رأي السيد أبو علي من بغداد. تفضل يا أبو علي، حياك الله. أهلا وسهلا يا أبو علي. أبو علي من بغداد، تفضل. استاذ هذول بالنسبة أبو سمية أي وهذا أبو علي قاعد بلد يحشون، يعني حكي طائفي لا الله يرضى بي ولا ايش قال؟ بس لحظة واحدة واحدة، ايش قال الرجل الطائفي؟ ايش حكي؟ يا عيال ذبح السنة، يا عيال ذبح السنة، اليمن بصوت نحن السنة، شو ما ذبحناهم؟ أبو علي أنت الحكي. أنت نعم. بس لحظة، أبو سمية من الأنبار ايش قال؟ قال الحكومة تريد، الحكومة تريد تسوي فتن وتثير النعرات الطائفية بمحافظة ديالى، لما تشوف السني والشيعي عايشين في هذه المحافظة إخوة. الرجل ما تكلم بطائفية، ليش تتهم أنه يتحدث بطائفية؟ لا أستاذ، الحمد لله يمنى السنة عايشين وإحنا أخوان. نعم، هذا كلام طبعا. هذا كلام صحيح. السؤال هو طالما أنه أكو تعايش سلمي، ليش بعدنا دا نشوف هذه الميليشيات اللي تعتدي على العوائل السنية، اللي تطرد الناس من بيوتها، اللي اليوم موجودين في البصرة وغير البصرة، المقاطع اللي شفناها تعتقل النشطاء الشيعة؟ يعني شو تريد توصل هاي الميليشيات؟ إلى أين تريد أن تصل؟ لا هذول مو ميليشيات، هذول نعم أستاذ محمد، هذول الحشد الشعبي، هذول حررونا من داعش والقاعدة والمجرمين وهذا بعلي. ليش مدى يحمون العراقيين لعد من خطر هذه الميليشيات اللي موجودة؟ إن كانوا الحشد مثل ما تقول حرروا العراق من كل هذه التنظيمات الإرهابية، معقولة يستعصي عليهم شوية شرذمة موجودين بالشوارع يحملون سلاح؟ إذا أنت دتقول هذا الكلام، ليش مدى يحمون العراقيين لعد من هذه الاعتداءات المستمرة؟ ليش مدى يحموهم من المخدرات؟ ليش مدى يحموهم من الفاسدين والفساد؟ وينهم؟ العفو استاذ محمد، هاي وحده حاله وحده تصير. شنو هي الحاله الوحده؟ تصير استاذ محمد اي، وبالنسبه هذا ابو علي قاعد بلندن اي، ابو علي يعني شنو هذا داعش؟ هذا بداتك يعني شلون عرفت شلون عرفت انه هو داعش؟ بس لحظه زين، يحكي على المراجع، يحكي على السيستاني، يحكي على مو تقولون لحظة مو تقولون هذه الديمقراطية، مو همام حمود يقول لا دولة مثلكم، مو يقولون أنتم تعيشون في أزهى عصور الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير يكفلها الدستور؟ ليش تريد تصادر رأيه للرجل؟ هو ما عاجبه السيستاني، أنت شاليك بس مضول أستاذي أستاذ محمد، دول أرمور لك 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 رمز ديني، اسمعني اسمعني، رمز ديني لك يمثلك لك انت تقتدي به وتتبعه، هذا شأنك الخاص وشأنك الديني، تمام؟ لكن هو ما شتم الرجل، هو الرجل انتقد سياسات وتصرفات موجودة، انتقد ما شتم، لم يخطئ بحق السيستاني بلفظ خارج، الرجل انتقد. لا استاذ هذا اولا استاذ محمد تفضل. الو اي اسمع، بالنسبه انا على طول يحكي بلندن، على طول يحكي بعلي، هو مو بعلي. طيب مو بعلي. سؤالي الاخير لك ابو علي،
أنت تشوف الوضع بالعراق وضع هادئ والأمور طيبة بحيث الناس ما لها حق تتكلم، لو أنت تشوف الوضع مأساوي وتعبان والناس من حقها تحكي؟ فقدنا الاتصال. ليش تريدون تحتكرون رأي الناس؟ ليش تريدون تصادرون آراء العالم؟ ليش تريدون تمنعون الناس من الإدلاء بما في اللي بداخلها؟ يعني الرجل أبو علي من لندن أو غيره اللي طلعوا برا العراق طلعوا من الظلم ومن القهر ومن العدالة الغائبة ومن تفشي السلاح وانتشار الميليشيات والخطر المستمر اللي عايشين به، طلعوا لأن ما شافوا مقاومات موجودة في هذا البلد. ليش تريدون تصادرون حرية الناس في التعبير؟ أليست حرية الرأي والتعبير كفلها الدستور، الدستور اللي أنتم تقاتلون حتى يستمر؟ أنتم تدافعون عن هذه الحكومات وعن هذه الميليشيات في سبيل استمراريتهم؟ هذا الدستور اللي هم يعتبروه الدستور المقدس، هذه الأحزاب وهذه السلطات، هذا الدستور يكفل حرية الرأي والتعبير. ليش كل واحد ينتقدكم يصير داعشي، يصير بعثي، يصير ابن السفارة، يصير مدفوع خارجيا؟ يعني ليش متقبلون الرأي الآخر؟ أنتم مو تتكلمون عن التعايش السلمي ومو تتكلمون عن حرية الرأي والاختيار وحرية التعبير؟ وينهن من التطبيق؟ ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. يعاني القطاع الصحي العراقي من مشكلات مزمنة بعد سنوات الاحتلال ومن قبله الحصار الاقتصادي التي تركت تأثيرها عليه، من بينها قلة المراكز الصحية والأدوية والكوادر الطبية، ما يدفع العديد من المرضى للتوجه إلى العيادات الطبية الخاصة وتحمل تكاليف العلاج الباهظة. وعادة ما يواجه أو يوجه المواطنون العراقيون انتقادات لاذعة للحكومة بشأن إهمالها للقطاع الصحي وللمستشفيات، لسيما مرافقها وأبنيتها. ومن بين آخر الانتقادات ما تداوله ناشطون بشأن مستشفى مدينة الطب في بغداد، والتي تعد من المراكز الطبية الرئيسة في العراق، بعد معاناتهم في مداخل هذه المستشفى بسبب السيطرات وكثرة الحواجز. دعونا نشاهد. مستشفى مدينة الطب، وينك وزير الصحة رحمة على أبوك؟ شين الشوارع كلها مقطعة حواجز وزناجيل وصبات كونكريتية؟ يعني العالم تقضي ساعة ساعتين وهي مرضى أبو القلب والشلل والمقرمين، يريد يطب ساعة ساعتين ما يقدر. هاي أسعاف عاصية، أسعاف عاصية، ما معقولة. يعني بايسكل إذا يوقف بالطريق بالطرقات بالشوارع، يعني مدينة الطب بالشوارع كلها توقف، ما يصير. عمي المراجعين كلها مرضى، الله يستر عليكم، يقولها حال ناس ماتت من الازدحام. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع. يخصص العراق حصة ضعيفة من موازنته العامة لقطاع الصحة مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تخصص الحكومة 4% فقط لقطاع الصحة العام، فيما ظل الإنفاق العام على قطاع الصحة راكدا بمعدل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2017، وهو بذلك متراجع عن معدلات الإنفاق بدول المنطقة. وعلى مستوى الأدوية كذلك يشهد العراق ارتفاعا كبيرا في أسعار البعض منها وخصوصا المستورد، وذلك بسبب ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، والذي لامس 160 ألفا لكل 100 دولار. طبعا هذا الموضوع يثقل كاهل المواطنين من أصحاب الدخل المحدود، كما يفتقر العراق لوجود أدوية تعالج أمراض خطيرة أبرزها السرطان، وتعاني المستشفيات الحكومية من نقص واضح بالأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن عدم إجراء أبسط التحاليل ودفع المراجعين لإجرائها في مراكز خارجية. ففي مستشفى اليرموك الذي يعد كذلك من أبرز مشافي العاصمة بغداد، تبرز معاناة المراجعين بشكل واضح في ظل غياب أبسط المستلزمات الطبية وعدم قدرة المستشفى على إجراء أبسط التحليلات المرضية. دعونا نشاهد. مستشفى اليرموك، المختبر يعطيك قطنة والإحصاء يعطيك كتير مال فلوس، لأن لاصق مواعدهم. مستشفى اليرموك، مستشفى اليرموك، هاي تحاليل راحت للمختبر مال مستشفى اليرموك، ايش عندنا تحاليل كلش بسيطه، واحد اربع تحاليل ما موجوده، اربع تحاليل هي ضد البيثي، يعني تحاليل هن بسيطه ما لقيتها. بعدين قالوا لي اكو بالخاص، جيت لقيت هاي اسعارهم، هاي اسعارهم
صار من 40,000 دينار، وأنا بالمستشفى قاعد 40,000 دينار. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. في غضون ذلك عبر أطباء وممرضون عن مخاوفهم من تزايد حالات الاعتداء ضد الطواقم الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد وعجز حكومة الإطار التنسيقي برئاسة الشيع السوداني عن توفير الحماية اللازمة لهم. من بين الاعتداءات الأخيرة ما حدث لممرض حينما اعتدى عليه 3 أشخاص بالضرب المبرح خلال أداء واجبه بمستشفى حديث العام في قضاء حديثة بمحافظة الأنبار، ما تسبب بفقدانه للوعي ودخوله في غيبوبة. لنشاهد. قبلها مدير الصحة مدير الشرطة قبلوها، يجي واحد من الشارع يضرب ممرض، إذا تقبلوها قبلوها على أنفسكم على أهاليكم، قبلوها رجع قائد الشرطة تجي ترجع الكاميرات، هاي الشجاعة يضرب ممرض، قال ممثل يضربون ممرض مو شجاعة هاي يسموها. ايه شوفه هذا بين الحياة والموت ما نعرف، وطلع يمشي بطولة ما حد حكى وياه خلاص. أيمن شنو ما تصعد دكتور؟ وين شو صار؟ أيمن خلي وضع لفاق. أيمن بسم الله ونعم الوكيل، قائد عمليات، قائد الشرطة، ناشدكم، مدير الصحة، هذا ممرض ويانا ضربوه طلعهم يمشون بطولهم بين الحياة والموت، مستشفى بعد من داوم فيه احنا. دعونا نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. علي يقول: عمل مستهجن ومشين، يجب وضع حد للاعتداءات المتكررة على الكوادر الصحية، ويجب تفعيل دور حماية المنشآت في التصدي لأي متجاوز، وعلينا كشعب أن نتعلم كيف نلجأ للقانون عند أي خطأ أو تجاوز من أي شخص. أبو مهدي يقول: طبعا مهما يكون السبب ما يصير الموظف ينضرب، بس المشكلة لازم أكو سبب حتى يضربونه، وكلنا نعرف الدوائر الحكومية والمستشفيات نادرا ما بها احترام للمواطن لحد ما وصلنا لهذا المستوى للأسف. الله يشافيه ويعافي. أبو مهدي، مهما كان السبب، مهما كان الخطأ الذي يصدر من أي موظف داخل أي مؤسسة، المفروض أكو سلسلة مراجع وأكو إجراءات قانونية. هي طبعا لأن العراق هو بلد عصابات ومافيات، يكون الرد بهذه الطريقة أو الحساب بهذه الطريقة، لكن المفروض حتى لو أخطأ يعاقب قانونيا. مناضل العراقي يقول: استهتار وقلة أدب وعدم احترام القانون. تعليق لدينا من أبو رامي يقول: من أمن العقاب أساء الأدب، يجب أن يكون رادع قوي لكل شخص يسيء للكوادر الصحية كي لا تتكرر مرة ثانية، القطاع الصحي والكوادر الصحية خط أحمر. طيب ننتقل الآن مشاهدينا الكرام، أو نسمع رأي السيد أبو عبد الله من صلاح الدين وبعدين نكمل مع حضراتكم. تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، هذا الحسن حيطلع مع احتراماتي، مع احتراماتي وقناتكم الطيبة وشخصك أنت، يطلع يقول لك أنا، يقول لك سني شيعي سني شيعي، ويجي يطلع يقول لك أنا كنت قاوم. شو بقاوم؟ شان يقاوم؟ وين شان يقاوم؟ قاوم الأمريكان، قاوم المحتل. أنا أقول لك قاوم العراق الشريف، لأن أنت بدأت الاحتلال، بدأت الاحتلال الأمريكي ماكو من جهة البرايمر القذر. أكو عندنا شيوخ حشائر، شيوخ حشائر بالجنوب بالجنوب انقتلوا وقتالوهم ماكو بالكواتم، لأن صوت الحق ما حد يريده. وأكو كثير من شيوخ حشائر انقتلت، يعني هذا التمني يقول لك والله هذا بحثي، هذا من شنو عمي خلصوا لي، لأن السؤال يجي يحكي لك النظام السابق عمي.
هذا الوضع حيل زين هسه انا اشوفه. المهم خلصنا من النظام السابق، هذا الوضع هسه القتل والتهجير احسن شيء. اقول لك يسوون وزاره هجره ومهجرين، هو تهجير بعد ماكو. اكو وزارات حيخترعوها ماكو، من يمهم هي بعد ما مسوين كل شيء ماكو، حيخططون لقدام. واحسب حسابك راح يجي يوم من الايام الموصل الى مصير تل ابيب ثانيه وتقول قال ابو عبد الله. يعني شلون تصير تل ابيب يا شلون ابو عبد الله تقصد؟ شلون تصير تل ابيب؟ تصير تل ابيب تجي تحكمها، تحكمها اسرائيل. وقول قال ابو عبد الله. لان العراق قام يتقسم، قام يتقسم ام قصر ام قصر. دي يبيعوه قصدك؟ دي يبيعوه ذولا اللي دي يحكمونه اصحاب اصحاب شعار السياده والاستقلال؟ يا سياده عمي، مو سياده عمي، هاي ناس ناس جتي يعني تخليني احكي مع احترامات شخصك انت. هاي سيلو بغت الله يرحمه طارق عزيز قالوا له عندكم معارضه بالخارج؟ قال ماكو عندنا معارضه، قال عندنا ناس حراميه راح يعني العراق تصيخ والعراق انباع تصيخ. نعم. الانبار راح تنباع للخليج. عمي دياله تنباع غيرها دياله، غير دياله تنباع لايران. نعم. ماكو شيء حكي عمي. سيد ابو عبد الله اشكر حضرتك، شكرا جزيلا. ان شاء الله ما يصير هذا الكلام بوجود العراقيين الاوصلاء الشرفاء، طبعا نتمنى هذا الكلام، لكن بوادر ما تفضل به السيد ابو عبد الله من صلاح الدين موجوده حقيقه على الارض وواقعيه وملموسه كذلك. بدات هذه الاحزاب شيئا فشيئا تبدا بجس نبض الشارع العراقي قبل البدء الفعلي، ربما والله اعلم ببيع العراق جغرافيا فعلا الى دول مجاوره. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة، نصل إلى قضية الشركات الإيرانية العاملة في العراق وفسادها. طبعا يعاني أبناء قضاء الشطرة من الشركات المتلكئة في تنفيذ المشاريع المحالة لها، لا سيما الإيرانية منها، ويلقي ناشطون من قضاء الشطرة في ذيقار بالملامة على الشركة، فضلا عن المسؤولين في المحافظة في ظل تسترهم عليها بعد مرور سنوات عديدة على عدم الإيفاء بوعودها في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للقضاء، لا سيما مشروع شبكة المجاري المحال لشركة عمراب الإيرانية التي تنصلت عن التزاماتها التعاقدية وإنجاز ما بعهدتها من عمل. مزيد من التفاصيل من قبل ناشط في قضاء الشطرة سيتحدث ويدلي بشهادته بشأن هذا الموضوع، دعونا نستمع. السلام عليكم إخواني، أنا هسه أمام مقر الشركة الإيرانية، شركة مجاري قضاء الشطرة، مدينة الشطرة، شركة المجاري، الشركة الإيرانية، أحد أسباب دمار المدينة والمشاريع اللي متوقفة صار لها 14 سنة أو 12 سنة. مجاري ماكو، تبليط ماكو، مشاريع متوقفة والناس هي تشهد. نبقى مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. في غضون ذلك نظم عدد من أبناء قضاء الشطرة تظاهرة أمام مقر الشركة الإيرانية للوقوف على أسباب تأخرها في إنجاز المشاريع المحالة إليها بالرغم من صدور إنذارات عديدة بحقها، وحاول القائمون على الشركة تبرير موقفهم في أن المتظاهرين لوحوا إلا أن المتظاهرين لوحوا بالتصعيد إذا لم تنجز الشركة أعمالها قبل موسم الشتاء وتساقط الأمطار الذي يشهد في العادة غرقا لشوارع القضاء نتيجة عدم إكمال مشاريع المجاري من قبل الشركة الإيرانية، دعونا نشاهد. الشركة الإيرانية أحد أسباب دمار الشطرة وتوقف المشاريع اللي بيها منذ سنين. واحد يقول شركة عبد الواحد، واحد يقول ما أدري لمن، احنا تعبنا رسالة رئيس الوزراء والمدير مجاري العراق، يابا هاي الشركة متلكئة، يابا هاي الشركة من وراها متوقفة المشاريع، يابا مدير الشركة الأخ هنا يقول أنا الوزارة موقفتني ما أشتغل. هل صدق أنتم الوزارة قايلين لمدير الشركة هذا يا قايلين لا تشتغل؟ لو هذا حكي من يمه الساعة 7:10 لاكم مهندس مقيم ولاكم مسؤولين بيها ولا كأي واحد يطلع لنا كتاب. احنا رسالتنا لكم، لكم اسبوع يا المحافظ، الشركة تنزل خدمات تعطيها مجاري، هاي السالفة تعبانة. انت مدير الشركة؟ انت مدير الشركة؟ انا مدير موقع. انت مدير موقع؟ يعني انا ممثل الوزارة موقفة عملك؟
اللي بوا خارو عدمان جيتان قدام شكل عبد الواحد ما داخل لي يقول اخذوا من عندنا الشغل عبد الواحد ها اسمعني يا عبد الواحد هسه هذا الحكي مو من عندنا الممثل مال الشركه يقول الشغل خذاه عبد الواحد يعني الشغل المتلك ذبه براسك الطوبه ذبه ملعبك تسوون حل لكم اسبوع ورا اسبوع نسد الشركه لان هذا مطلب عام مطلب ابناء المدينه المشاريع متوقفه ومن وراكم جانا الشتاء والطين والخيس. دعونا مشاهدينا الكرام الان نتابع بعض التعليقات التي وردت بشان هذه المقاطع. مرتضى يقول مشروع وهمي صرف فلوس ورواتب صار سنين بدون فائده بغض النظر المن تابعه نريد نعرف شن هي شغلهم انتاجهم صار اكثر من 10 سنوات شنو اللي سووه للشطره. تعليق من منتظر ايضا يقول بس اريد اعرف المحافظ شنو دوره مغلس عن الشطره. تعليق من ابو سجاد يقول الشركه الايرانيه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. العراق محافظه تابعه لدوله ايران. ومنتظر يقول مخلينا بس للبوق شركة وموظفين وش قدها وش كبرها المن مخلينها إذا ما تشتغل. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة فقرة الإنفوغرافيك. أطلق مختصون في مجال رصد الزلازل وتداعياتها جملة من التحذيرات بشأن الخطر المحدق الذي يهدد البلاد بفعل الهزات الأرضية وسط تقاعس حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشيع السوداني في التعاطي مع هذه التحذيرات وتأثيراتها على أرواح المواطنين. وشددوا على ضرورة مراعاة شروط البناء المقاوم للزلازل في المشاريع السكنية ومحاسبة المخالفين إضافة إلى التدريب على التعامل مع الكوارث والاستعداد لها. المزيد من التفاصيل في سياق الانفوغرافيك من إنتاج قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية لنشاهد. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الهاشتاج. استغرب خريجو كليات العلوم من استثنائهم من التعيينات الأخيرة لخريجي المجموعة الطبية على الرغم من كونهم من التخصصات الساندة لوزارة الصحة وبالرغم من وجود نصوص قانونية صريحة تضمن تعيينهم مركزيا. وانتقد الخريجون وزير الصحة الحالي صالح الحسناوي عقب تجاهله لمناشداتهم المتكررة وخرقه للقانون الذي يضمن تعيينهم.
دعونا نتابع معا عددا من التغريدات مع وسم الحسناوي يتلاعب بدرجات العلوميين. لنشاهد مشاهدينا الكرام بعض التغريدات أو بعض التعليقات التي جاءت على منصة إكس. حسن آل هاشم يقول: ليش ظالمين العلوم لهاي الدرجة؟ يعني فقرة كانت مخصصة لنا ومركزية، ليش تلاعبتوا بها؟ شنو فرقنا عن المهنة الصحية؟ رغد تقول: سيادتك أنا متخرجة من 5 سنين ولا بقى مختبر ولا صيدلية ولا مكان يعتب علي، ما رحت له لا عقود ولا أجر، فهمنا إحنا مو من البلد دخيلين عليكم، يا عمي سدوا الكلية وخل نخلص. تعليق من مسلم يقول: أطالب من هذا المنبر أما الاعتراف بالعلوم ككلية أساسية للمهن المساندة أو غلقها، والله يحب المحسنين. أمين يقول: لن نسكت على من يتلاعب بدرجاتنا، سيكون اعتصام مفتوح ولن نعود أبدا هذه المرة. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.